بسم الله الرحمن الرحيم. كويتي كبير في السن، أدرك زمن العديد من حكام الكويت وشيوخه. قال حكام الكويت أهل خير وبركة، لكن الشيخ صباح السالم رحمه الله كان يدللنا زيادة. بالفعل من أدرك زمن الشيخ صباح السالم رحمه الله يعلم تماما أنه رجل حبيب الشعب ولا قصورا في الحكام الباقين، رجل كان قريبا من الشعب جدا، حتى إنه قال عبارته المشهورة: أنا وشعبي كل بونا جماعة، الدين واحد والهدف أخدم الشعب. وفي لقاء صحفي معه يقول: لو كانت الكويت شجرة وأصابها العطش لرويتها بدمي. ومن كان قريبا من الشيخ صباح وأدرك زمانه أدرك هذه الكلمة تماما. هنا بعض الوقفات مع الشيخ صباح السالم رحمه الله، حاكم الكويت، حاكم التواضع والحب. من الصفات التي عرف بها حاكم الكويت السابق الشيخ صباح السالم الصباح رحمه الله تعالى أن الله ألبسه لبوس التواضع. كان بسيطا في مأكله، في مشربه، في ملبسه، في حركاته، في سكناته، في كلامه، في مخالطته للناس، يخالط الناس بأفراحهم وأحزانهم، لا يفرق بين مواطن وآخر. في سنة 73 كان الشيخ صباح السالم رحمه الله في لندن، وكانت نورة المطيري رحمها الله تعالى موجودة للعلاج في لندن، لكن الطائرة فاتتها، ذهبت عنها، فلما علم بها الشيخ صباح السالم أرجعها ومرافقها معه في الطائرة. حصلت اعتداءات همجية على الكويتيين المصطافين في بيروت في بداية السبعينات الميلادية، فأمر الشيخ صباح السالم رحمه الله مباشرة بإرسال طائرة من الكويت إلى بيروت لتنقل كل من يريد الرجعة مباشرة إلى الكويت. بل إنه في يوم من الأيام لما اجتمع مع الوفد الرياضي الكويتي بعد فوز الكويت على العراق في المباراة المشهورة، وكان المعلق خالد الحربان مندمج جدا ومنفعل جدا، يقول أبو يوسف أسأل الله يطول في عمره، في اجتماعنا مع الشيخ صباح السالم أول ما قعد كان يقول لي: أنت أشار لي وقف. وقف أبو يوسف، قال له: إيش فيك منفعل في التعليق؟ قال: لا طال عمرك المباراة وكذا. قال: لا دير بالك تنفعل، تراني منحتكم كلكم، كل واحد بيت، وانت يا خالد الحربان اولهم الله يرحمه. ومو بس خالد الحربان، حتى الكابتن مرزوق سعيد رحمه الله تعالى، والذي كان معروفا بنجوميته في الستينات والسبعينات الميلادية، جاءه احتراف في وقت لم تكن الرياضة الكويتية فيها احتراف في البرازيل. فتردد الكابتن مرزوق لطبيعة الاحتراف والغربة والتعامل معه كأنه سلعة إذا أصيب ما يقدر يرجع ديرته. فالتقى مرة مع الشيخ صباح السالم رحمه الله، قال له: صدق اللي سمعته؟ قال له: شنو طال عمرك؟ قال: صدق بتروح البرازيل؟ قال له: والله ليه الحين؟ قال: لا لا تروح، ديرتك أولى، وخلك في ديرتك ولا تغترب، وهني كل شيء بنوفره لكم محبة على المواطن. استلم الشيخ صباح السالم رحمه الله تعالى الشرطة في أول الأمر، فكان حازما لكل ما يتعلق بأمن الكويت، سورا منيعا ضد كل عبث بأمن الكويت. وفي الوقت نفسه كان يتحلى بالتواضع ولين الجانب مع المواطن. دخل عليه العم أكبر حسن حسين رحمه الله تعالى يريد ليسن، وعمره صغير في ذلك الوقت. قال: أنت صغير؟ قال: لي بس ودي أسوق سيارة. قال: وين أبوك؟ قال: أبوي موجود. قال: نادوا أبوك. وراح نادوا أبوه، دخلوا على الشيخ صباح السالم بكل رحابة صدر. قال: ولدك بيسوق سيارة؟ قال: إيه نعم طال عمرك. قال: شوف، لو يدعم زرزور الطير الصغير، لو يدعم زرزور ترى أخذه وقطه في الحبس ولا تسأل عنه. قال: خذ لحم وعطني إياه عظم طال عمرك. وما زال يذكرها. كان الشيخ صباح السالم رحمه الله تعالى يدا عليا مباركة على الكثير من المشاريع الخيرية في الكويت وخارجها، فهي يد عليا تعطي وتبذل دون سؤال. فأعماله الخيرية من ماله الخاص داخل الكويت وخارج الكويت أكثر من أن يحصر في الدول العربية. وفي القضية الفلسطينية التي أولاها أهمية كبيرة عنده، دعم الفدائيين الفلسطينيين والمجاهدين هناك، دعم القضية في كل أمورها، احتضن الفلسطينيين في الكويت ليمارسوا أعمالهم. وفي الوقت نفسه يقص الحق من نفسه، فقد ذكرت جريدة الأهرام المصرية أن حاكم الكويت الشيخ صباح السالم رحمه الله أمر بتخفيض مخصصاته المالية من 10 ملايين إلى 8 ملايين رحمه الله.